صباح الفل من تركيا، وكل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الفطر المبارك ان شاء الله يكون عيد سعيد على الجميع. النهاردة في الفيديو ده حابب اشارك معاكم اجواء العيد هنا في تركيا بتكون عاملة ازاي، واشهر العادات والتقاليد الخاصة بالاتراك. اتمنى تكمل الفيديو للاخر، وما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش. وكل سنة وانتم طيبين مرة اخرى. اول معلومه حابه اشاركها معاكم ان عيد الفطر هنا في تركيا ليه اسمين. اول اسم هو رمضان بايرامي او عيد رمضان، الاسم الثاني هو شكر بايرامي. شكر بايرامي يعني معناها الحرفي عيد السكر، وده لان عيد الفطر في تركيا مرتبط ارتباط وثيق بتوزيع الحلويات خاصه على الاطفال. فدايما هتلاقي خلال نهاية شهر رمضان في الأسواق والسوبر ماركتس هنا في تركيا زحمة كبيرة جدا على شراء مختلف أنواع الشوكولاتة والحلويات بشكل عام. صلاة العيد وأجواء صلاة العيد هنا في تركيا، ففعلا الأجواء بتكون مميزة جدا خاصة في ساحات المساجد التاريخية. فلو أنت في اسطنبول مثلا في منطقة السلطان أحمد وآيا صوفيا، تكون محظوظ جدا لو قدرت تصلي صلاة العيد هناك. الأجواء والزحمة والناس باللبس الجديد والأطفال، فعلا الأجواء بتكون مميزة جدا. والأتراك بشكل عام يعني الأتراك بمختلف التزامهم الديني بيحرصوا على الذهاب لصلاة العيد. عادات وتقاليد مشتركة بشكل كبير بين تركيا والثقافة العربية أو الدول العربية. فأحد العادات الموجودة هنا في تركيا هي العيدية. العيدية باختصار إن الكبير في السن بيدي للصغير أو للأطفال يعني مبلغ من المال. طبعا دي عادة منتشرة وموجودة بشكل كبير في مصر، ما عنديش معلومة بصراحة إذا موجودة في باقي الدول العربية أو لا. اتمنى تكتب لي في التعليقات اذا موجوده عندكم الهديه خلال فتره عيد الفطر او لا. لكن في مصر وهنا كمان في تركيا يعني الاطفال بالكامل بينتظروا العيد بسبب العيديه. Biraz geri kayalım. واحدة أيضا من العادات اللي موجودة هنا في تركيا إن الأتراك خلال عيد الفطر بيحرصوا على زيارة المقابر وقراية الفاتحة لموتاهم. أعتقد دي واحدة أيضا من العادات المشتركة بين تركيا وبين عاداتنا وتقاليدنا في مصر. ودايما هنا يعني البلدية أو الجهة المسؤولة عن المواصلات العامة بيحاولوا يوفروا باصات بتتوجه إلى أماكن وجود المقابر. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي الأكل اللي فهنا في تركيا مهم جدا. بعد صلاة العيد بيكون في زي إفطار كبير للعيلة، أو زي ما بيقولوا عليه في تركيا بيوكه بالطة. ودايما بياكلوا أكلة مميزة جدا وهي ورق العنب أو الصرماء خلال وجبة الفطار. فدايما هنا في تركيا يعني في آخر أيام رمضان هتلاقي في كل الأماكن بيبيعوا محشي ورق العنب الصرماء، وأيضا البقلاوة. يعني البقلاوة خلال العيد ده شيء أساسي وضروري جدا داخل جميع البيوت في تركيا. Thank you.
الأخبار المهمة لو هتكون موجود في تركيا أو في اسطنبول خلال فترة أجازة عيد الفطر إن المواصلات العامة هتكون بشكل مجاني لمدة 4 أيام بداية من يوم 1 مايو لغاية يوم 4 مايو، فدي بالتالي هتكون يعني فرصة مميزة جدا إنك تتنقل بحرية كاملة داخل اسطنبول أو حتى في مدن أخرى. يعني في إزمير أيضا المواصلات هتكون مجانية، يعني اعتقد اغلب المدن داخل تركيا خلال فترة العيد بالكامل هتكون المواصلات العامة بشكل مجاني. في النهاية نيجي للسؤال المهم، وهو هل العيد او فترة اجازة العيد وقت مناسب لزيارة اسطنبول او تركيا بشكل عام؟ انا رأيي الشخصي وتجربتي الشخصية الاجابة لا. يعني خلال فترة العيد اماكن كتير جدا بتكون مغلقة، يعني على سبيل المثال معظم المحلات التجارية بتكون مغلقة ممكن خلال اول وتاني ايام العيد، عدد كبير ايضا من المطاعم بتكون مغلقة، وده لان الاتراك اغلبهم خلال العيد بيسافروا يقضوا العيد مع اهاليهم في القرى او في محافظات بعيدة شوية عن اسطنبول. فانا بشكل شخصي يعني بعد صلاة العيد بفضل اني اقضي يعني فترة العيد بالكامل ممكن في البيت او مع العيلة او الاصدقاء لو انت خارج بلدك. لكن هنا في تركيا بسبب كمان نقطة ان المواصلات بتكون مجانية، فبتلاقي المواصلات زحمة جدا جدا، وجميع الاماكن السياحية كمان بتكون زحمة بشكل كبير، فمش بتقدر تستمتع باجواء الاماكن او تستمتع برحلتك بشكل كامل. فنصيحة شخصية لو بتفكر تزور تركيا خلال العيد، يعني الافضل تأجل الزيارة شوية. معلومة كمان لو حد حابب يعرف قيمة زكاة الفطر هنا في تركيا خلال العام الحالي 2022، يعني الجهة أو الهيئة المسؤولة حددوا الحد الأدنى لزكاة الفطر ب 40 ليرة تركية. وهنا هتكون نهاية الفيديو النهاردة. أنا حبيت أعيد عليكم وفي نفس الوقت أشارك معاكم بعض المعلومات عن عيد الفطر هنا في تركيا. أتمنى الفيديو ينال إعجابكم. لو أي حد عنده أسئلة أو استفسارات ممكن تسيبها في التعليقات الموجودة تحت الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وكل سنة وانتم طيبين وإن شاء الله عيد سعيد على الجميع.